السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير رؤية الدكتور في المنام. بسم الله. تفسير رؤية الدكتور للعزباء في الحلم. رؤية الدكتور في العموم في منام العزباء دلالة على انها ذات حظ وافر في الحياة، بغض النظر عن ما اذا كان ذلك الحظ السعيد في دراستها ام في الجانب العملي او العمل ام الزواج. وإذا رأت البنت التي لم تتزوج بعد الدكتور في منامها، فيكون ذلك بمثابة بشرى لها على إنها سوف تتزوج من رجل صالح يتحلى بالأخلاق الفاضلة والدين، وتكون علاقة ناجحة يوجد بها الكثير من المحبة والتقدير. أما تفسير حلم الدكتور للمتزوجة في المنام، تعد رؤية الدكتور في الحلم للمتزوجة بمثابة دليل على زيادة الرزق والبركة التي سوف يصيب حياتها، وفي الغالب تدل تلك الرؤية أيضا على أن زوج تلك المرأة يكسب المال بطريقة سليمة وحلال، كما يكون إشارة لها أنها سوف تستطيع تخطي جميع الصعاب والمشاكل وانتهاء الهموم في أسرع وقت. وأما أيضا تفسير رؤية الدكتور للحامل في المنام، إذا رأت الحامل الدكتور أثناء حلمها، فيشير ذلك على أن اقتراب ميعاد الولادة، كما أنه سوف تكون ولادة طبيعية خالية من الصعاب، كما أن إشارة أيضا إلى سلامة الجنين واستجابة الله لدعواتها في نوع الجنين الذي ترغب فيه. وأما إذا كان صاحب تلك الرؤية رجل، فذلك دليل على أن زوجته تحبه بشدة وأنها مخلصة له. أما إذا كان صاحب تلك الرؤية امرأة متزوجة، فذلك يدل على شدة حب زوجها لها وأنه يرى أنه لا يوجد مثلها في الحياة على الإطلاق، ما إنه لا يفكر أبدا بالقيام بخيانتها، وذلك بسبب شدة تعقلها. أما إذا كان صاحب الرؤية امرأة حامل، فذلك إشارة إلى أنها سوف تنعم بمولود يسير يسودها السلام النفسي. أما إذا كانت صاحبة تلك الرؤية فتاة لن تقوم بالزواج، إلى أن تلك دلالة على تفوقها في الدراسة وتحقيق عدد كبير من الإنجازات الناجحة. رمز رؤية طبيب الأسنان في الحلم. لا يوجد أي فرق بين رؤية دكتور الأسنان للرجل في منامه أو الفتاة أو المرأة في منامها، فبصفة عامة يدل على الحياة مليئة بالسعادة والنجاح وتحقيق الأمنيات. وقد تنبأ رؤية دكتور الأسنان على أنه يوجد أفراد في الحياة صاحب تلك الرؤية يقوم بإعطاء الكثير من الاهتمام والمحبة، ويقوم بمشاركته في جميع أحواله المختلفة بغض النظر عن ما إذا كانت أوقاته سعيدة أم حزينة، فيكونوا أصدقاء حقيقيون مخلصون. أما معنى حلم العيادة في المنام، تتشابه رؤية عيادة الدكتور في المنام مع رؤية المشفى أيضا، وذلك تبعا لتفسير العديد من العلماء المشهورون. فرؤية عيادة الدكتور من قبل صاحب الرؤية تشير إلى قرب زواجه، بغض النظر عن ما إذا كان صاحب تلك الرؤية رجل أو شاب أو بنت عزباء. لكن يكون رؤية عيادة الدكتور في منام الحامل تعد بشرى سرة لها بالولادة اليسيرة، والرجل الذي يرى عيادة الدكتور في منامه يكون ذلك بمثابة دليل على أنه متزوج من امرأة صالحة ومحبة له بشدة. أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها كأنها دكتورة وتعالج المرضى، فالرؤية دليل على أنها ستكون بمكانة وشأن عالي. ورؤية الفتاة العزباء كأنها مريضة ويدخل الدكتور عليها في الحلم يرمز للشفاء والتخلص من الكرب والهم. ولكن إن رأت أن الدكتور يدخل عليها ولكنها غير مريضة ولا تعاني من شيء، دلت الرؤية على دخولها في بعض الخلافات التي قد تتعلق بأمر خطوبة، والله تعالى أعلى وأعلم. ورؤية الفتاة العزباء إنها تذهب للطبيب المعالج من أجل امرأة أمر ما أو من أجل الشفاء من مرضها، تشير إلى رغبتها في العون والمساعدة والتخلص من الأمراض والمشاكل والهموم التي تزعجها. رؤية الفتاة العزباء الدكتور المعالج لها كأن هناك مكروه حدث لها أو مات، فهذا الرؤية غير محمودة. ومشاهدة الفتاة العزباء كأن هناك دكتور يتقدم لخطبتها، دلت الرؤية على الصفاء والنقاء والعمر المديد لها والصحة الجيدة بإذن الله تعالى.
أما مشاهدة الدكتور في منام المتزوجة، رؤية دخول الطبيب في منزل المتزوجة رمز لشفاء المريض والتخلص من المنازعات والمشاكل التي توجد بالمنزل. ورؤية موت الدكتور في منامها غير محمود، ومشاهدة المتزوجة أن زوجها مريض ويريد دكتور من أجل أن يصف له علاج يخلصه من مرضه، رمز لتعب زوجها وهو يريد التخلص من هذا التعب. وقد ترمز لبعض الديون التي ترهقه ولكن سيتخلص مما يزعجه عاجلا بإذن الله تعالى. بينما إن شاهدت السيدة المتزوجة إن هناك شخص مريض وهي تصف للدكتور مكانه، فالرؤية تدل على إن هذه السيدة تحب مساعدة الغير وهي امرأة صالحة مخدومة للناس. ورؤية دخول الدكتور للمدرسة الأبناء السيدة المتزوجة في المنام رمز لوجود بعض الأمراض المنتشرة ما بين الأولاد في المدارس ولكنها ستزول إن شاء الله. تفسير حلم الدكتور للمطلقة، رؤية الدكتور في حلم المطلقة رمز لشفائها من جميع العلل والأمراض النفسية والجسدية التي تعاني منها، كما إن شاهدت الطبيب أو الذهاب إليه في منامها دليل على تخلصها من الهم والغم والكرب الذي عاشته في الأيام السابقة، فهي ستحظي على أيام سعيدة مقبلة إن شاء الله تعالى. ودي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤية الطبيب والدكتور في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.